السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم فهمني، ومع برنامج الكيمياء للصف الأول الثانوي لطلاب المدارس اللغة العربية. وإن شاء الله النهاردة هنشرح مسائل كمية الحرارة كيو بي. كيو بي من أهم المسائل اللي تنزل لك في الامتحانات، والكيو معناها كمية الحرارة المنطلقة أو الممتصة. يعني لما أنت بتدوب مادة في مادة، المادة اللي انت دوبتها دي فممكن تطلع منها حرارة او ممكن تدخل لها حرارة من مين؟ من الوسط المحيط. فانا عاوز احسب التغير او عاوز احسب الكيو دي. ايه الكيو؟ يعني شوية الحرارة اللي هتدخل للمادة او شوية الحرارة اللي هتطلع من المادة. بيحسبوها ازاي؟ بالكتلة بتاعت المادة اللي انت دوبتها او كتلة المادة اللي انت شغال عليها. بيحسبوها من كتلة المادة اللي انت شغال عليها، تضربها في الحرارة النوعية للمادة في فرق الدرجات. فدي اللي هي تي، معناها ان انت عندك تي 2 ناقص تي 1، دي فرق الدرجات. مين التي 2 دي؟ اللي هي الحرارة النهائية. دي مين؟ درجة الحرارة النهائية. ودي طيب درجة حرارة ايه؟ الابتدائية. فانت بتجيب النهائية ناقص الابتدائية تديك ايه؟ دلتا تي. تضرب الدلتا تي في السي اس اللي هي مين؟ الحرارة النوعية. والحرارة النوعية دي هيديها لك في المسألة، إلا إذا كانت المسألة بتتكلم عن المياه، فالماء الوحيدة هي الحرارة النوعية بتاعتها اللي الطالب لازم يكون حافظها أو يكون عارفها، لأن هو مش هيديها لك في المسألة. ودي حتة مهمة وهنكتبها حالا في الملاحظات بتاعت المسائل دي. والكتلة لازم تكون بالجرام. إن ضربت تضرب بعض تضربهم في بعض يديك مين؟ الكيو. طب هنا في المثلث هنرتاح أكتر، هنقول إن الكيو بيساوي ام سي اس دلتا تي. الام اللي هي ايه؟ اللي هي الكتله. السي اس اللي هي ايه؟ الحراره النوعيه. والدلتا تي اللي هي فرق الدرجات. انت عاوز تحسب الكيو، حط ايدك على الكيو، يبقى الكيو بيساوي ايه؟ ام سي اس دلتا تي. لا انا عاوز الام مثلا، ابقى احط ايدي على الام، هقول كيو على السي اس دلتا تي، عشان كده هنحط هنا ايه؟ علامه العلى. طب انا عاوز مثلا الحراره النوعيه، حط ايدك على الحراره النوعيه، يبقى هدول كيو على ام دلتا تي. عاوز الدلتا تي، عاوز اللي هو ايه؟ فرق الدرجات، يبقى هتقول كيو على ام سي اس. في كلا الحالات انت هتحسب المسألة بتاعتك بالقانون. طيب في اصعب من كده يا مستر؟ ايوه في اصعب من كده، ان انت يطلب منك الدرجة النهائية او الدرجة الابتدائية. ففي الحالة دي هتعمل ايه؟ ان انت لازم تفك الفرق الدرجات دي، وساعتها هتبقى انت عندك اصلا دلتا تي هتساوي مين من القانون ده؟ كيو على ام سي اس. اها كيو من فوق، وادي يا سيدي الام، وادي السي اس. فك اللي كده الدلتا تي هتبقى ازاي؟ هيبقى الدلتا تي هتساوي تي النهائيه ناقص تي الابتدائيه بتساوي الكيو على ام وادي ايه؟ السي اس. يعني النهائيه ناقص الابتدائيه بتساوي كميه الحراره على الكتله مضروبه في الحراره النوعيه. طب انا لو عاوز التي 2 دي، عاوز النهائيه، يبقى هودي التي 1 دي الناحيه الثانيه، يبقى ساعتها هنقول ايه؟ تي النهائيه او درجه الحراره النهائيه بتساوي الكيو على ام مضروبه في الحراره النوعيه زائد التي الابتدائيه. وتلاحظ ان هنا بتعمل ايه؟ خلص دول الاول اللي هي الكيو على الام سي اس، بعد كده اجمع عليهم التي الابتدائيه. اوعى تجمع الكيو والتي ابتدائيه وبعد كده تقسمهم على ام سي اس، لا دي انت تخلص دول في الاول قسمه وكده تجمعهم على التي واحد. واحد تاني مثلا يقول لي ده في حاله ايه يا مستر؟ ده في حاله الحراره او درجه الحراره النهائيه. طب هو لو عاوز درجه الحراره الابتدائيه اعمل ايه؟ لو عاوز التي واحد يرجع لنفس القانون ده. لو عاوز التي واحد هتودي ده هناك باشاره مخالفه يبقى موجب، وتجيب ده باشاره مخالفه هنا يبقى ايه؟ سالب. يعني ايه؟ يعني التي واحد هتساوي التي اتنين ناقص الكيو على ام سي اس. ده هنا لو عاوز مين؟ الابتدائية. درجة الحرارة مين؟ الابتدائية. وهنا لما كان عاوز مين؟ درجة الحرارة النهائية. يبقى في حالة النهائية تركز معايا كده، كيو على ام سي اس زائد تي واحد. ويا ريت القوانين دي نكتبها عندنا في الكتاب، كتاب المدرسة، عشان يبقى عندي ايه؟ القوانين دي جاهزة، لان هو مش هيديها لك كلها في كتاب المدرسة. يبقى انا عندي التي النهائية بتساوي كيو على ام سي اس زائد تي واحد، اما التي الابتدائية فهي درجة الحرارة النهائية ناقص، يبقى هنا كان زائد هنا ناقص، هنا مين يتنقص من مين؟ النهائية ناقص الكيو على ام سي اس.
فدول هتجيبهم في الاول برضو، بعد كده تقول ان هي ناقص الايه حصيله القسمه دي. بعد ما عرفت القوانين كده ممكن واحد يقول لي طب ازاي احل عليها مسائل؟ اقول لك بص، لو الحراره النوعيه دي بتاعت الماء مش هيديها لك في المساله، فانت تخلي بالك من الملاحظات دي. اول ملاحظه، يبقى انا هتكلم على مين؟ ملاحظات هامه، ملاحظات هامه للحل. اول ملاحظه ايه؟ ان الحراره النوعيه اللي هي السي اس للماء لا تعطى، لا تعطى في المسائل. طب هتبقى كام يعني؟ يقول لك انت عاملك ان انت عارفها، لان السي اس للماء عاملك ان انت عارفها اللي هي كام؟ 4.18 جول. يبقى الطالب هو اللي هيعوض عنها بمعلوماته، او يفتح الكتاب المدرسه، لان هو النظام اوبن بوك ده بيخليك تفتح انت الكتاب وتطلع الحراره النوعيه بتاعت الماء. لو ماده تانيه غير الميه هيديها لك. يبقى الحراره النوعيه للماء هي الوحيده التي لا تعطى في المسائل، لكن لو حراره نوعيه لاي ماده تانيه هيديها لك. ده اول ملاحظه تخلي بالك منها. الملاحظه التانيه اللي هي ايه؟ ان واحد يقول لي طيب افترضنا يا مستر الميه كتلتها اللي هي ام مش مديها لي، مديني حجم، قال لك مثلا ايه؟ اعطاك كده حجم بالملي، قال لك مثلا 2 ملي لتر. هل الملي ده يعتبر كتله؟ بالنسبه للماء يعتبر كتله. فيبقى اقول الملاحظه الثانيه ان ايه؟ ام ال للماء اللي هو ايه؟ الملي لتر اللي هو الحجم يعني للماء بيساوي ايه؟ الجرام للماء اللي هو يعني ايه؟ الكتله بتاعت الميه زي حجم الميه. فالكتله اللي هي انت كنت هيديها لك بالجرام ممكن ما يديها لكش بالجرام ويديها لك ملي لتر. يعني الحجم بتاع الميه هو هو الكتله، مش محتاجه حكاوي كتير. انت يبقى صح روحك، لو اعطاك مثلا 2 ملي لتر كده كانها ايه؟ 2 جرام. تصحى لي في القصه دي وتخلي بالك منها، ان انت الكتله 2 هي هي الملي بتاعت الميه. يعني لو كانت مثلا مديها لك دي 3 تبقى دي 3، 10 10، يبقى الملي هو هو ايه؟ الجرام. معلومة مهمة جدا، حجم الماء هو كتلة الماء. طيب افترضنا يا مستر اعطاها لي بطريقة تانية، اعطاني لتر، هل اللتر يعتبر هو هو الجرام؟ لا، ده اللتر 1000 ملي. اللتر كام؟ 1000 ملي. فانت لو جالك مثلا 1 لتر في المسألة اعتبرها كأنها ايه؟ 1000 ايه؟ ملي. طيب انا ما بشتغلش بالملي يا مستر، انا بشتغل بالجرام. هقول لك ما انا فاهم، انت لو صبرت عليها هقول لك انا ايه؟ ان الملي ده في الاخر هتحوش وتكتب مكانه ايه؟ 1000 جرام. طب مثلا اعطاك 2 لتر في المسألة، يبقى كأنها ايه؟ 2000 ملي. كأنها 2000 ايه؟ ملي. وال 2000 ملي كأنهم ايه؟ 2000 جرام. واحدة تاني، اعطاك مثلا 1.5 لتر، ده كل ده في حالة ايه؟ في حالة الماء. كل ده ما ننساش، في حالة الماء مش أي مادة. يبقى المية هي الوحيدة اللي حجمها يعتبر زي كتلتها، بس الملي هو اللي ايه؟ يساوي الجرام. أما اللتر ما يساويش الجرام، اللتر أحوله الملي في الأول وبعد كده القيمة اللي تطلع كأنها قيمة الجرام. فعندك 1.5 هنا مثلا لتر، يبقى كأنها ايه؟ كأنها هضربها في 1000، يبقى عندي 1.5 في 1000 كده هيتحول لملي. يعني هيبقى كانه كام يا مستر كده؟ كانه 1500 ايه؟ جرام. يبقى دي الملاحظه الثانيه. نراجع كده مع بعض. اول ملاحظه كنا بنقول ايه؟ ان الحراره النوعيه للماء لا تعطى في المسائل، ولكن الطالب عارفها كام؟ 4.18. الحاجه الثانيه ان الحجم بالنسبه للميه هو هو الملي، والملي هو هو الجرام، فالكتلة بالنسبة لك كأنها ملي، كأنها جرام. ده بالنسبة لإيه؟ المية. المية الجرام بتاعها هو هو الملي. وفي الحالة دي خلي بالك اللتر هتضطر تحوله، لو كان لتر هتحوله الملي، وبعد كده الملي تساويه بالجرام بالظبط. يعني مثلا في المسألة أعطاك خمسة مثلا 5 لتر، يبقى أنت لازم تحولها لإيه؟ لملي في الأول، وبعد كده تخلي الملي بتاعك إيه؟ جرام. ازاي احول من لتر الملي؟ من لتر الملي تضرب في 1000، واللي هيطلع كانه هو ايه؟ كانه الجرام. دي الملاحظه دي مهمه جدا، اوعى تنساها. الملاحظه الثالثه
ودي برضو عاوز الواحد يبقى صاحي روحه. انت ساعات بتبقى مدوب مادة في مادة تانية، مدوب مثلا مادة من هيدروكسيد الصوديوم 50 جرام 80 جرام في الماء، اخد كتلة مين؟ كتلة المذاب اللي هو هيدروكسيد الصوديوم ولا اخد كتلة الماء؟ لا انا هقول لك بقى تخلي بالك من القصة دي، لان دي ممكن تضيع الواحد خالص. ساعتها تاخد كتلة المذيب اللي هو دوبنا فيه، اللي هو كتلة المية يعني. اعرفها ازاي؟ ركز كده معايا في المسألة دي. عندك مثلا 80، قال لك كده 80 جرام من هيدروكسيد الصوديوم، خلاص وزيبت في 500 ملي من الماء فارتفعت درجة الحرارة من، خلينا نقول مثلا كام، من 5 سليزيوس إلى 10 سليزيوس، فاحسب كمية الحرارة المنطلقة في الحالة دي. عمل ايه؟ هو لك ان الكيو بتاعتك المفترض ام سي اس دلتا تي، وانت هنا عندك كتلها دي ممكن واحد يختار فيها، يقول لك هي دي اللي هحطها هنا، اقول له لا مش هي دي اللي هتحطها هنا، يقول لي ليه ما دي هي الكتلة، اقول له لا دي كتلة المذاب، انا هاخد كتلة مين؟ المذيب. يقول لي يا مستر ده مش كتلة ده ملي ده حجم، اقول له يا زكي ما انا لسه جاي لك حالا ان حجم الماء بنعتبره كتلة، ودي المادة الوحيدة اللي حجمها زي كتلتها، فبدل ما هي 500 كأنها ايه، بدل ما هي 500 ملي كأنها 500 ايه جرام، يعني مش هستخدم الكتلة دي يا مستر، لا مش هتستخدمها. يبقى الملاحظة انت ايه كده، باخد كتلة مين؟ كتلة المذيب، باخد كتلة مين؟ المذيب وليس ام مين للمذاب، باخد اللي دوبت فيه مش اللي ايه دوبناه. طب عارفها ازاي في المسألة؟ هتلاقيها بعد كلمة فيه، اذيبت فيه او اذيب فيه، اللي بعد كلمة فيه ده هو المذيب، هو ده اللي هاخد ايه كتلته اللي هي 500 دي. فانت خدت ال 500 بتاعت مين؟ بتاعت المية. طب حلو، السي اس دي الحرارة النوعية، مش مديها لي في المسألة، ما انا قلت لك الحرارة النوعية للماء اهو، الحرارة النوعية للماء بتبقى انت حافظها 4.18، هو مش هيديها لك اهو 4.18. حلو الكلام. طب وفرق الدرجات انت اطرح بقى، عندك النهائية ناقص الابتدائية. واحد يقول لي بتلخبط في القصة دي، اقول له لا ما انت تاخد اللي ايه بعد الى ناقص اللي قبل الى، ال10 ناقص ال5 تديك كام؟ 5. كده اضرب ده في ده في ال5، اضرب اللي هي ال500 في الرقم ده في 5، واللي هيطلع يبقى هو ايه؟ هو ده اللي هو كمية الحرارة المنطلقة. فبقى احسبها انت 500 في 4.18 في 5، اللي هيطلع ده هيبقى بالجول، لان وحدة الكمية الحرارة بتكون ايه؟ بالجول. يبقى تاني مهم النوع ده، لما تدوب اي كتلة في كتلة تانية، الاولاني اسمه مذاب والتاني اسمه مذيب، المذاب ده انا ما باخدش كتلته، باخد كتلة مين؟ المذيب. طب المذيب ده لو كان مية يا مستر وعطاني ملي كده، الملي بالنسبة لي هو هو ايه؟ هو هو الجرام. طيب وبعدين قال لك فارتفعت الحرارة من 5 ل 10، يبقى دي فرق الدرجات، فين الحرارة النوعية؟ اقول له ما انت تبقى عارفها. يبقى خلاصة الكلام، الحرارة النوعية للماء مش هيدالك في المسألة، انت تبقى عارفها. كتلة المية هو هو ايه؟ حجم المية، لو اعطاك الحجم باللتر بتضرب في 1000 عشان تحوله لملي. باخد كتلة مين؟ باخد كتلة المذيب مش كتلة المذاب. دي افكار عامة مهمة لأول نوع من المسائل اللي هو ايه؟ كمية الحرارة. وافتكر معايا ان احنا كده خدنا ايه؟ كمية الحرارة كيو بتساوي ام سي اس دلتا تي، يعني الكتلة في الحرارة النوعية في فرق الدرجات. النوع ده ليه تكملة هنكملها في فيديو قادم، بس اهم حاجة نتقن جزئية جزئية، ما تستعجلش على المنهج وامشي معانا واحدة واحدة هتفهم كل حاجة. يا رب تكون استفدنا النهاردة بمعلومات قيمة، تابعونا في هذه القناة قناة فهمني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. That's why we are all here. Over the next hill, beyond the horizon.
for the future. Dream, 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 dream of tomorrow.